تعلم التداول من الصفر للاحتراف. النهارده هنمشي مع بعض خطوه بخطوه في المنصه بتاعتنا، وهعلمك كل زرار بيعمل ايه، ونمشي في الموضوع ازاي لو احنا مبتدئين من الزيرو. لو انت لسه ما تعرفش اي حاجه على التداول، الفيديو ده بتاعك. فبدايه، لو انت اول مره تشوفنا هنا في دي قناه التانيه، بنتكلم عن كل حاجه تخص الفلوس، ازاي تعدل مسار دخلك، امتى تحوش، امتى تستثمر، كل حاجه ليها علاقه بالماليه. فلو دي حاجه تهمك ومفروض تهمك، ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو، تشترك في القناه لو ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش كل اسبوع. الاسطوره بتقول لو عايز تعمل فلوس بجد لازم تسمع لمكاوي. تعالوا نبتدي. بالمناسبه، انت لسه مش عارف، احنا عملنا جروب على التليجرام بشارك فيه نصايح يوميه انا ازاي شخصيا بعمل فلوس. فلو انت بتاع شغل مش بتاع حاجه وعذار، تعالى عندي على انستغرام، اعمل لي فولو وابعت لي في الدي ام كلمه جروب، وانا هبعت لك اللينك السري بتاع الجروب ده. بس اتاكد انك عامل لي فولو الاول عشان اعرف اشوف الرساله بتاعتك. الجروب ده بكل بساطه انا بشارك فيه كل يوم نصايح تداول واستثمار وعملات رقميه، هقول لك خطوه بخطوه انا ازاي شخصيا بعمل فلوس كل يوم. فلو دي حاجه تهمك تعالى معانا في الجروب ده، ما تضيعش وقت، عايزين نعمل فلوس سوا. ولو انت مونتير قديم وبتعرف تشتغل في الفيديوهات القصيره وتختار المحتوى اللي بيعرف يجيب ويشد الناس، انا عندي فرصه عمل، عايز 3 مونتير يجيبوا من الاخر. فلو انت عندك وقت وقديم في الشغلانه ومستعد تجيب فلوس حلوه، هسيب لك لينك في الديسكربشن تحت، تسيب بياناتك وتقدم في الوظيفه بتاعتنا ونكسر الدنيا مع بعض. يلا بينا نبتدي موضوع النهارده. النهارده هاخدك خطوه بخطوه كده على منصه اكسبرت اوبشن، المنصه احنا شغالين عليها، وهقول لك الموضوع ماشي ازاي بالظبط، ايه الخطوات اللي احنا بنشتغل بيها، وايه الزراير، وكل حاجه بتعمل ايه الف ب كده عشان تدوس معايا في الاول من الموضوع. الفتره اللي فاتت ناس كتير انضمت للقناه بتاعتنا، وعايزين نعمل ريكاب سريع كده نفهمهم الدنيا ماشيه ازاي. يلا بينا على المنصه، مش عايزين نضيع وقت. اول ما بتفتح المنصه قدامك ده اللي انت بتشوفه اهو، هنمسك مع بعض زرار زرار ونشوف هما بيعملوا ايه. بكل بساطه قدامك فوق هنا ريل بالانس، بيبان لك معاك كام فلوس حقيقيه ومعاك كام في الديمو اكاونت. تمام، معظمكم هيبقى شغال على الديمو اكاونت، ملوش دعوه بالفلوس الحقيقيه دلوقتي خالص. اتدرب 6 شهور سنه على الاقل، بعد كده بيخش فلوس حقيقيه زي ما دايما بنقول. المهم احنا شغالين هنا بفلوس حقيقيه. بكل بساطه هننزل على الزرار ده، ده اللي بنختار فيه العمله او الاسيد، السلعه اللي احنا شغالين عليها. الكريبتو والعملات الرقميه ممكن تبقى محظوره في وطننا العربي، شوف البلد اللي انت فيها وتاكد بنفسك، اسال محامي، اسال وزاره الماليه، شوف ايه اللي ماشي قانوني وايه اللي مش شرعي عشان ما نلبسش في الحيط. انا هنا في الامارات كله مفتوح قدامي، مفيش حاجه مش شرعيه، فشغال على انا عايزه. شوف البلد انت شغال فيها، اشتغل على عمله حقيقيه ولا عمله رقميه على اساس البلد والاجراءات اللي ماشيه فيها. المهم احنا هنا شغالين باليورو قصاد الدولار ليه النهارده؟ عشان الرقم اللي قدامه ده، الرقم اللي قدامه ده نسبه الربح، النسبه اللي هترجع لك لو انت عملت صفقه. فدايما بنختار العملات او السلع اللي رقمها هنا ده اكتر من 75. معانا سلعات كتيره ما شاء الله النهارده الارقام فوق ال 75، بنختار اعلى حاجه اللي هو اليورو قصاد الدولار، ده شرعي في معظم البلدان فهنشتغل عليه. معانا هنا عملات رقميه كتير زي ما انت شايف، وعملات حقيقيه، وسلع زي الذهب والفضه تحت، والبلاتينوم والنحاس، كله موجود قدامك. المهم احنا هنشتغل على اليورو قصاد الدولار، هنعمل كونفيرم. هنا معانا زرار الجيفت، ده انا كل فتره كده ببعت لك فاوتشر تدخله في حته الزائد دي، هتعمل زائد اهو، تدخل الفاوتشر بيطلع لك هنا حاجه زي هديه، يا فلوس ببلاش يا نسبه بونص، هتديك بونص جبار على اي ايداع انت هتعمله، يا نسبه ربح اكتر بكتير من انت شايفها فوق قدام العمله. لو انت مشترك في القناه معانا ومتابع الفيديوهات هتلاقيني بسقط لك كل يومين فاوتشر كود من ده. اشترك في القناه دلوقتي عشان ما يفوتكش اي حاجه احنا بنعملها. حلو، هنيجي تحت على الصغير الزائد والناقص دي، ده ببساطه لما بنعمل ناقص بيعمل زوم اوت للمنصه، ولما بنعمل زائد بيعمل زوم ان للمنصه، ولما بتعمل زوم ان روح على السما عشان توصل لاخر المنصه. معانا هنا زرار الجريد اللي هو الرسم البياني، لو خدت بالك في الباك جراوند هنا هتلاقي رسم بياني الخطوط الافقيه قيمه السلعه دلوقتي، والخطوط الراسيه اللي هو الوقت الزمني، لو عايز تشيلها بتشيل خالص الكلام ده، ولو عايز تحطها احنا طبعا بنحطها، بنفعل الخاصيه دي. ايه الزرار اللي جنبه ده؟ ده خاصيه انك تشوف الناس بتعمل ايه دلوقتي ان ريل تايم اهو، الصفقات اللي هم بيعملوها. واحد لسه عامل صفقه اهو ب 50 دولار صعود، وواحد لسه عامل صفقه ب 75 دولار هبوط، وهكذا. بيبان لك الناس بتعمل ايه لو عايز جايدنس وانت شغال على الحساب التجريبي او على الحساب الحقيقي اللي يريح. معانا هنا زرار الخطوط الافقيه والراسيه، انا بكل بساطه بقول لك حط خط راسي او افقي، بيبان لك اهو ده خط هنا افقي، ومعانا لو عايزين نزود نحط خط راسي زي ما انت شايف عشان لو عايزين نشتغل في منطقه معينه او ما يحصل فيها اكشن نشتغل. انا بحب جدا الخطوط دي عشان بتبين لي القيمه والوقت اللي انا عايز اشتغل فيه بالظبط. نشيلها دلوقتي عشان ما انتوش، ونخش على اللي جنبه. ايه اللي جنبه ده؟ ده الاستراتيجيات زي ما انت شايف، الادد احنا حاطين الار اس اي والاوسم اوسليتور زي ما كلمتك، اسهل استراتيجيتين للمبتدئين. وهنا لو عايز تحط استراتيجيات ثانيه زي ما انت شايف معانا كل حاجه، معانا التمساح، معانا الاوسم اوسليتور، معانا البولجن باندز، معانا الفراكتيكال، معانا الموفينج افريج، البارابوليك اس ار والار اس اي، كل
كل دي المؤشرات اللي احنا بنشتغل بيها. خلينا دلوقتي في حاجات المبتدئين الار اس اي والاوسم اوسيليتر. زي ما انت شايف على الشاشه اهو الاوسم اوسيليتر تحت والار اس اي قدامك اهو. الزرار اللي بعده ده زرار عرض قيمه السلعه، زرار التشارت من الاخر بتحب تبص عليه ازاي. في ناس بتحب الاريا زي، في ناس بتحب اللاين، في ناس بتحب الشماعات اليابانيه طبعا شائعه جدا ومعظم الناس بتشتغل بيها، بس انا بصراحه بتعقد لي المنظر الموضوع بالنسبه لي، فانا بحب اشتغل بالاريا ابسط بكتير. انا برجح لو انت مبتدئ خليك في الاريا واللاين، ولو انت قديم شويه اشتغل بالشماعات. تمام. معانا هنا زرار الاسترايك ريت، لو انت عايز تضرب الصفقه عند القيمه الحاليه بتاعه العمله، عند القيمه الحاليه بتاعه العمله او السلعه، ولا عايز تضرب بنسبه اعلى او اقل، 5% زياده 10% اقل وهكذا، بس انا دايما بحب اضرب عند قيمه العمله بتاعه الاسترايك ريت. تمام. ايه تاني؟ هننزل هنا بقى للزرار المهمه عندنا على اليمين هنا. زي ما انت شايف وقت الصفقه الديل ديوريشن، لو عايز تختار حاجات سيت اوريدي او عايز تعمل حاجات كاستم اللي انت عايزه. احنا دايما شغالين يا دقيقه يا 30 ثانيه اللي هو التداول السريع قصير المدى. تمام. في ناس بتحب تشتغل متوسط المدى على 3 ايام او اسبوع، وفي ناس بتحب على طويل المدى بالاسابيع والشهور. احنا هنا للمبتدئين خلينا في قصيرين المدى عشان اوريك الصفقات بتجيب فلوس ازاي بسرعه. كل ما بتقدم كل ما بتعمل صفقات على وقت اطول، فاهمني؟ هنا زرار الشراء، هنا زرار البيع، هنا معانا رقم الصفقه عايز حط كام بالظبط. يعني انا كنت شغال على 85 دلوقتي بقت 90، عايز اخليها 95 100 وهكذا. زي ما اتكلمنا القاعده العامه بتاعتنا هنشتغل ماكسيمم 5% من البالانس بتاعنا لو احنا مبتدئين، بحد اقصى 100 دولار، مش عايزين نخش بصفقه اكبر من 100 دولار، ولو انا مكانك اكتر من 50 دولار مستحيل في الاول، مش عايزك تفكر خالص في فلوس. انا لحد النهارده معايا زي ما انت شايف رقم كويس وما بشتغلش اكتر ب 75 دولار 80 دولار. نرجعها 80 اهو ونخش هنا ناحيه الشمال. هنا ده زرار الواجهه بتاع التريدنج. هنا معانا الفاينانسز لو عايزين نعمل ديبوزيت. تمام. بطرق الايداع كلها معانا، كل حاجه مفتوحه، بالباينانس باي، بالماستر كارد، باليو اس دي تي، بالبرفكت ماني، بسكريل، كل حاجه. تمام. هنا زرار بروفايل، طبعا الكلام ده كله هبلره عشان اخر مره بينته الناس عملت لي حفله على نمرتي وعلى الايميل بتاعي، فكل الكلام ده هبلره عشان ما ينفعش يبان قدامك. تمام. هنا الابس لو عايز تنزل موبايل اب او الديسكتوب اب ما تفتحش على البراوزر. هنا الاديوكيشن لو انت لسه مبتدئ وعايز تسمع مني ومن حته تانيه، بيديك فيديوهات تعمل ايه بالظبط لما تبتدي. هنا الاناليتكس بيشرح لك السوق لو انت مش فاهم التشارت، بيشرح لك السوق ماشي ازاي بالظبط. تمام. على يوم او 3 ايام او اسبوع. هنا الهلب لو اي وقت انت عطلان في اي حاجه او اي حاجه مش سالكه معاك مش مفهومه تكلم الدعم، متاح 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. هنا بيكم بارتنر، ده قدام ان شاء الله لما نبقى انفستورز. تمام. وهنا المسابقات، وتحت عندنا هنا السيتنجز والساوندز والحاجات دي. تمام. هنخش هنا ناحيه اليمين، طبعا معانا نفس الكلام، فوق زرار البروفايل طبعا زي ما انت شايف برضو هبلر الكلام ده كله مش عايزين نبينه. هنا زرار الديلز، اخر عمليات انت عملتها مكسب وخساره، زي ما انت شايف معظم العمليات مكسب وقليل الخساره، المهم يبقى مكاسبك اكتر من خسائرك، فاهمني؟ وهنا الترندات بكل بساطه، اخر دقيقه اخر دقيقتين اللي بيحصل في السوق لو انت برضو مش فاهم، من التشارت ومن الاناليتكس بيوريك الترند. وهنا السوشيالز، الناس صحابك بيعملوا ايه لو انت عامل كوميونتي وبتتداول انت واصحابك، بيبان لك قدامك هنا الموضوع ماشي ازاي. عندنا هنا لو عايز تشتغل على عمله واحده او سلعه واحده او سلعتين جنب بعض في شاشه واحده فوق بعض، يمين شمال زي ما انت شايف كده معانا هنا فوق تحت، نشتغل يمين شمال اللي انت يريحك موجود، فاهمني؟ الحوار ده حلو جدا لو عايز تشتغل على عملتين مع بعض او سلعتين مع بعض، عارف السوق بتاعهم وعارف التقلبات بتحصل ازاي، او هم عكس بعض فتشتغل في نفس الوقت، حلو جدا الحوار ده انك تعمل فلوس كتير في وقت قصير، فاهمني؟ فخلينا احنا في المبتدئين دلوقتي نعمل على عمله واحده او سلعه واحده. تمام. هنا زي ما انت شايف زرار اللايف شات لو انت محتاج اي حاجه في اي وقت موجود. تمام. نقفله دلوقتي. وهنا زرار الهيلبنج، وهنا زرار الساوندز، وهنا زرار الفول سكرين. ده بكل بساطه المنصه بتاعتنا، الموضوع هادي سهل بسيط. الموضوع يبان انه بيخض في الاول، بس منصه اكسبورت اوبشن من اسهل المنصات اللي تبان لك في الاول كمبتدئ مش مرعبه خالص، عشان كده انا نقيتها ان انا دايما اشتغل عليها وانصحكم بيها. في الاول بنشتغل بالار اس اي والاوسم اوسيليتر. الار اس اي الخط البنك ده لو خبط في الخط 30% الخط الاخضر بكل بساطه بنستنى قمه هبوط ونشتري، لو خبط في الخط الاحمر بنستنى قمه صعود ونبيع. وبيساعدنا برده الاوسم اوسيليتر ان هو بيبين لك ان لما بيظهر البارات الخضراء دي وبتقل ان السلعه بتزيد، ولما بيظهر البارات الحمراء دي وبتكبر ان السلعه بتنزل. فمع بعض كده بنشتغل وبنعرف السوق طالع ولا نازل. حلو يا سيدي، تعالوا بقى نطبق عمليه مع بعض الكلام اللي احنا اتعلمناه ده ونشوف الفلوس بتيجي ازاي. حلو يا سيدي، زي ما انت شايف بكل بساطه النهارده السوق متقلب جدا عشان ضرب النار اللي حاصل يومين دول في المنطقه بتاعتنا، بقت ريد زون الدنيا قلق، ففي حر
حرب وفي تقلبات في السوق، الموضوع مش حلو، ده مش احسن فتره تتداول فيها عامه. بس لاغراض التدريب النهارده هنطبق مع بعض صفقه، هنحط زي ما انت شايف فيرتيكال لاين، زي ما انت عارف فتره الصفقه 30 ثانيه، هنشتغل احنا على اخر 15 ثانيه، وخط البنج بتاعنا في الار اس اي حوالين 30%، فهيحصل اكشن، فهنستنى قمه هبوط ونشتري. زي ما انت شايف العمليه فوق اهي كسبناها. زي ما كلمتك ده مش افضل فتره تتداول فيها عشان تقلبات السوق اللي بيحصل في اليابان والحرب اللي هتقوم اليومين دول، فابعد عن تداول اليومين دول، الدنيا متقلبه جدا، الا لو انت قلبك جامد ومتوقع الهبوط والصعود وشغال. بس انت لو الفارق معاك الفلوس بلاش الفتره دي تداول، ادخل سجل معانا على منصه اكسبرت اوبشن وتداول بايدك معانا او باول كل اسبوع على الحساب التجريبي بالذات الفتره دي عشان تتعلم صح، ما تفرجش بس. ولما تبقى جاهز تخش بفلوس حقيقيه استعمل الكوب كود قدامك على الشاشه ده، اديك بونص هايل جدا من اول ده عليك من اول 20 دولار. تعالوا بقى نعمل 5 عمليات الدول بتوع النهارده، كفايه رغي، عايزين نعمل شويه فلوس. بس كده زي ما انت شفت، مش مهم انك تخسر، مهم انك تكسب اكتر من انت خسرته فتطلع باكتر من انت دخلت بيه. ادخل سجل على منصه اكسبت اوبشن وتداول بايدك معانا او باول كل اسبوع على الحساب التجريبي لحد ما تتعلم صح، ما تتفرجش بس. ولما تبقى جاهز تخش بفلوس حقيقيه استعمل الكوب كود قدامك على الشاشه ده، اديك بونص رايق جدا من اول ده عليك من اول 20 دولار. لو عندك اي اسئله سيبها تحت في الكومنتات. لو الفيديو ده فادك ادخل شوف الفيديو ده هيروق عليك اكتر. مستنيك هناك.